رفوف دور النشر وعناوين كبار الكتاب ليست الوحيدة من تجذب الزوار في سيلة 2018، فهنا الأكلات التقليدية الصحراوية تنافس الكتاب ومحلات الإطعام السريع. الدبارة والشخشوخة مطلوبتان بقوة. نستمتع بهذه الأكلة الشعبية الصحراوية التي تعبر عن تقاليد منطقتنا الصحراوية. جبنا هذه الخيمة عبارة عن سياحة تقليدية من منطقة الصحراء، وكما نعرف أن عندنا توافد كثير، وصنعنا الحدث في الأكلات الشعبية والتقليدية كما الدبارة والبسكرية الدبارة والشخشوخة، والحمد لله إن شاء الله نطلبوا من السلطات تاعنا باش يزيدوا يسهلونا الأمورات باش نزيدوا ثاني نوسعوا نعطيوا قيمة لهذا الشيء، الحوايج تراديسيونال اللي راهم الناس خاصينها بزاف. المأكولات التقليدية أسالت لعاب الكثيرين، ولعل هذا الديكور الجميل هو سر راحة الزبائن الذين توافدوا عليها حتى من خارج الوطن. أنا زائرة ليبية صحفية من ليبيا، جئت لتغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، وترددت على هذه الخيمة لمرتين يعني على التوالي، وتعرفت على أسماء بعض الأكلات الشعبية بالجزائر، وواحدة منهم اسمها الشخشوخة فعجبتني كثير بالأمس، وهذا دليل أن هي شبيهة شوية بأكلاتنا الليبية. بعيدا عن عالم الكتاب والازدحام الشديد بين أروقة المعرض، المأكولات التقليدية تصنع الحدث في سيلة 2018، حيث أصبح معرض الكتاب سوقا للمؤلفات ومصدر ربح للتجار.